يترقب العالم أجمع خلال الأيام القليلة الماضية الانطلاق الأسطوري للدورة الأعظم والأقدم في تاريخ الرياضة على وجه الأرض، وهي الألعاب الأولمبية لعام 2024، والتي تنظمها العاصمة الفرنسية باريس في النسخة الحالية. ولكن هل يعلم أحد متى كانت أول دورة تم تنظيمها للألعاب الأولمبية؟ ومن هو مؤسس الألعاب الأولمبية القديمة؟ في هذا الفيديو تجيب المصرية نيوز على تلك التساؤلات. الألعاب الأولمبية القديمة تعتبر واحدة من أهم الأحداث الرياضية في التاريخ القديم، وقد أسست في اليونان القديمة، وتعود أصول هذه الألعاب إلى الأساطير اليونانية. ولكن المؤسس الحقيقي للألعاب الأولمبية ينسب إلى الملك الأسطوري بيلوبس، إلا أن هناك شخصيتين بارزتين في التاريخ لعبتا دورا حاسما في تنظيم وتطوير هذه الألعاب، وهما هيراكلس وإيبيتوس. يعتبر هيراكلس البطل الأسطوري اليوناني أحد المؤسسين الروحيين للألعاب الأولمبية، حيث تقول الأسطورة إن هيراكلس أسس الألعاب الأولمبية تكريماً لزيوس كبير الآلهة، بعد أن أكمل إحدى أعماله البطولية الشهيرة، وهي تنظيف إسطبلات أوجياس في يوم واحد. ويقال إن هيراكلس أرسل الأساسيات الأولى للألعاب وأنشأ ملعباً وأقام أول مسابقة رياضية في أولمبيا. أما إيبيتوس فهو ملك إليس في القرن الثامن قبل الميلاد، ويعتبر المؤسس الفعلي للألعاب الأولمبية كما نعرفها اليوم. فوفقاً للمؤرخ اليونانيين القدماء، فإن إيبيتوس أسس الألعاب الأولمبية بعد استشارة عرافة دلفي التي نصحته بإقامة الألعاب كوسيلة لإنهاء الصراعات والحروب بين المدن اليونانية، حيث تم الاتفاق على إقامة هدنة مقدسة تعرف باسم الإيكينيا، حيث تتوقف جميع الألعاب العدائية للسماح بإقامة الألعاب بشكل سلمي. ويقال أن الألعاب الأولمبية القديمة قد بدأت في عام 776 قبل الميلاد، واستمرت كل 4 سنوات حتى عام 393 ميلاديا، عندما أوقف الإمبراطور الروماني تيودوسيوس الأول كجزء من حظر الطقوس الوثنية. تميزت الألعاب القديمة بمجموعة متنوعة من الرياضات، بما في ذلك الجري، المصارعة، الملاكمة، سباق الخيل، والبانكراتيون، وهو نوع من القتال المختلط. تأسيس الألعاب الأولمبية كان له تأثير كبير على المجتمع اليوناني القديم، فقد ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية والهوية الثقافية لليونانيين، كما عززت القيم الرياضية مثل التفوق البدني والشرف والمنافسة الشريفة. وفي العصر الحديث أعيد إحياء الألعاب الأولمبية بفضل جهود بيير دي كوبرتان، الذي استلهم من الألعاب الأولمبية القديمة ليؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة في عام 1896. وقد استمرت الألعاب الأولمبية في التطور لتصبح أكبر حدث رياضي دولي يعزز السلام والتفاهم بين الشعوب من مختلف أنحاء العالم.